الحقيقة برضو كلام كتير جدا عن أليو ديانج. أليو ديانج واحد من اللعيبة اللي عامل شغل رائع خلال الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي. هل أليو ديانج كده وصل للتوب فورم بتاعته أو وصل لأقصى مرحلة ليه؟ أنا بشوف إن هو عنده أفضل من كده كمان. مش كلامي ولكن كلام مسؤولين، يعني ما تيجي تتكلم مع حد يقولك لا ده هو عنده أفضل من كده بكتير. عنده أفضل من كده بكتير. فالحقيقة أليو ديانج واحد من أهم وأفضل اللاعبين خلال هذه الفترة في النادي الأهلي، وزيه زي بقية اللاعبين. الحقيقة احنا بنحاول دايما كل فترة كده أو في خلال كل أسبوع نلقي الضوء على واحد من اللاعبين اللي متواجدين معانا وبيبذل مجهود كبير واسمه بيبرز خلال هذه الفترة، وبالتالي أليو ديانج هايل، ماشي بشكل جيد جدا، بيهاجم كويس، بيدافع كويس، الحمد لله الأمور معاه ماشية بشكل رائع. بس خلي بالكوا بقى، خلي بالكوا بقى اللي جاب الجون ده أليو بادجي مش أليو ديانج. ماليش دعوة بقى حد هيقول لي أصله شايط كده، هو الكرة دي بص وهو شايطها كان المهدي سليمان راح يمسكها، فجت في أليو بادجي غيرت اتجاهها دخل الجون، وبالتالي أليو بادجي هو اللي جاب الجون ده بالنسبة لي. أليو ديانج هو اللي جاب الجون التاني، لكن أليو بادجي هو اللي جاب الجون الأول للنادي الأهلي، وإن شاء الله تبقى فتحة خير لأليو بادجي. أو النبي بلاش تجيب لنا الجون ده سمير إلا كل شوية. الجون ده والله الجون ده يا جماعة بيتعب ناس كتير قوي، معرفش ليه. طب خلينا كده نتفرج على لقطة الباسكت يمكن الناس تهدى شوية. هات لنا يا عم لقطة الباسكت بعد ما جاب الجون وعمل وبتاع وفي الآخر ما هو هيعمل إيه؟ أهو هو بيقول لهم هاتوا لي كورة وباسكت وجون بتلاتة بتلاتة جون بتلاتة. فيعني اجتهد اتعب، اجتهد اتعب، هتجيب ثلاثيات زي دي. مش هتحصل للنادي الاهلي، لكن اي حد اي نادي يعني مش هيحصل للنادي الاهلي، ولكن اجتهد واتعب، عندك اصرار، عندك عزيمه ان انت تكسب، عندك عايز كده. هو ده النادي الاهلي، والفارق واضح وكبير جدا ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني. خلينا نطلع نشوف تقرير عن أليو ديانج ونرجع نكمل مع حضراتكم. خطف المالي المتألق أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قلوب وعقول جماهير القلعة الحمراء ليحفر اسمه داخل وجدانهم بأحرف من الذهب في ظل مواصلة تألقه مع المارد الأحمر منذ قدومه، ليصبح اللاعب المالي بمثابة الأسطى الجديد في وسط فريق القلعة الحمراء. وصل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق تألقه في استخلاص الكرات وتأمين منطقة وسط المارد الأحمر، حيث يعد ديانج أكثر اللاعبين استخلاصا للكرات في المباريات فضلا عن مهارته القوية في الدفاع، فإنه أيضا يجيد تسجيل الأهداف كما أنه يصنع الفارق مع الفريق الكروي في خط الهجوم. نجح المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي في كسب ثقة الجماهير الحمراء مبكرا، وذلك في أول ظهور له كأساسي مع المارد الأحمر خلال مشاركته أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا سبتمبر الماضي، في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف من دون رد للمارد الأحمر على ملعب برج العرب. تألق ديانج في اللقاء وسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الفريق الغيني ليقنع سويسري ريمي فايلر المدير الفني للفريق بإمكاناته الهجومية في خط وسط الملعب. يبدو أن ديانج استغل الفرصة التي منحت له من المدرب السويسري الاستغلال الأمثل لتقديم أفضل ما لديه، حيث جاء تفكير فايلر في الاعتماد على ديانج بسبب الإصابات التي تضرب صفوف الأحمر وتحديدا في منطقة خط الوسط، حيث تم الاعتماد عليه في المباريات المحلية والإفريقية. كما أن ديانج أقنع فايلر بإمكاناته خلال التدريبات، خاصة أن المدرب السويسري يعتمد في رؤيته الفنية على الميران بشكل كبير، لا سيما أن ديانج نجح في كسب ثقة زملائه والجهاز الفني وكذلك الجماهير بعد المباراة الرائعة التي قدمها أمام بيراميدز في الجولة الماضية من الدوري، التي شهدت تألقا غير عادي من جانب اللاعب على مستوى الدفاع والهجوم بعدما سجل هدف الفوز الثاني في الرمق الأخير من المباراة، وكانت له اليد العليا في الهدف الأول للنادي الأهلي.